للمزيد حول فساد الميليشيات في ملف الاستثمارات في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والإعلامي العراقي السيد عبد المنعم الأعسم. أستاذ عبد المنعم، بداية مرحبا بك. معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن يصف ما يجري في العراق من صراع بين الأحزاب والميليشيات على إدارة ملف الاستثمارات ومنح تراخيصه أنه صراع قائم بين هذه الميليشيات والأحزاب. ترى أين تقف حكومة السوداني من هذا الصراع برأيك؟ يعني السؤال عن موقف حكومة السوداني حقيقة سؤال تبسيطي وساذج أحيانا، لأن حكومة السودان هي الصنيعة لهذه الأحزاب المتحكمة في الدولة وسلطة القرار، وحكومة السوداني أثبتت يوم بعد يوم أنها فاقدة الإرادة وليست لها موقف مستقل خارج إملاءات هذه الأحزاب والكتل التي تملك ميليشيات وتملك نفوذ واسع في مجلس النواب. هذا أولا. ثانيا، الحكومة اعترفت، لربما الحكومة السابقة أكثر وضوحا في التعبير عن جزعها من استشراء الفساد ولجوئها إلى الجيش والجهات الأمنية لتشكيل لجان إدارة مؤسسات البصرة في الميناء ويعني الحدود وغيرها، وهو أمر أصبح معروفا آنذاك. البيانات الحكومية الصادرة من حكومة بغداد وخصوصا من لجنة النزاهة تؤكد بشكل واضح أن الحكومة تعرف خفايا هذا الفساد، وهي لديها معلومات كافية وقاعدة بيانات للميليشيات وزعماء الميليشيات ودورهم في تعطيل عملية الاستثمار وإرهابهم وابتزازهم للمستثمرين والمستثمرين من كل الدول بدون استثناء. طيب، خصوصا ليعرف ايضا المواطن اكثر استاذ عبد المنعم الأعسم، يعني الهدف من كل سؤال نسأله هو كشف الحقائق لكي تكشف للناس وللعراقيين وللعالم. يعني وان كان هذا السؤال يعني من البساطه بحيث ان تصفه حضرتك بانه سؤال ساذج، هو بالعكس هو من اجل يعني كشف الحقيقة، تسليط الضوء على ما يجري في العراق، موقف حكومة السوداني من هذا الصراع الدائر بين الأحزاب والميليشيات. هناك دعم للميليشيات الموالية لإيران للشركات الصينية بالفوز بمشروع الفاو الكبير، بما تفسر ذلك أستاذ؟ نعم، يعني سؤال في محله، وأنا هذا السؤال ليس ساذجا بالمعنى الذي قلت، ولا أعنيكم أنتم، وإنما هو سؤال يعني سائر على جميع الألسن وفي الصحافة وفي الإعلام. طيب، الآن السؤال هو الأهم، هو لماذا الميليشيات متحمسة لدور المستثمرين الصينيين أو لدور صيني متزايد في ساحة الاستثمارات، ولماذا خصوصا أن هذه الميليشيات قريبة من إيران إن لم تأتمر يعني بأوامر طهران بشكل مباشر. القضية أكبر من هذا، وعلينا أن نلاحظ ونعاين الموضوع من زوايا عديدة. هناك على مستوى عالمي هناك تقارب ولربما تفاهم وقل تحالف غير معلن وغير مكتوب بين طهران والحكومة الصينية، سواء في المواقف من حرب أوكرانيا، الموقف من الولايات المتحدة، الموقف من دول الخليج، الموقف من الصراع الروسي الأمريكي وكثير من الملفات. هناك تقارب صيني إيراني واضح المعالم، حتى أن البعض من المحللين يعتقدون أن هناك تحالفا غير معلن موقع ولكنه غير معلن. ولهذا فإن يعني الجماعات التي تعتبر بأوامر طهران هي تنفذ سياسات الإيرانية بسبب موضوع الصين، وهذا ناهيك عن أن الصينيين
يعني أتقنوا اللعبة جيدا وبدأوا يتعاملون أيضا مع الميليشيات بشكل مباشر، لربما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. والتقارير التي نشرت في يعني في أوروبا وفي العالم تشير إلى أن هناك بعض المافيات أو بعض الشخصيات أو بعض يعني رجال الفساد ورجال الأعمال التي يشار لهم بالفساد يقومون بمقام الوكيل للمصالح الصينية في العراق. القضية يعني ملخص القضية أن الميليشيات تحاول أن يعني تفسد أو تعطل أي عملية أي مشروع إذا لم يتجه ضمن هذا الخط الصيني الإيراني. وعلينا أن نتذكر ما جرى للمشروع الكوري ومصيره وكيف انتهى بالطريقة الدرامية اللي انتهى إليه مسؤول الكوري عام الحادثة المشبوهة للانتحار، ما قالوا إنه انتحار مدير مشروع الفاو، وما أثبت يعني الكثير من التقارير تحدثت عن أنهم قاموا باغتياله وقتله عمدا. يا ترى هذا الأمر يعني نمو أو الدور الصيني المتنامي في السوق العراقية أستاذ، هناك أيضا صراع بين الميليشيات على عقود الشركات في ظل رضوخ هذه الشركات للإتاوات التي تقوم الميليشيات بطلبها أو إجبار هذه الشركات على دفعها. هذا الأمر المواطن العراقي عندما يرى أنه في بلد غني بالثروات وغني بالنفط وهناك ميليشيات متسيدة تتلاعب بمصيره وبثرواته، يا ترى ما تأثير صراع الميليشيات فيما بينها وتقاتلها فيما بينها على عقود هذه الشركات وأخذ الإتاوات منها؟ ما هو تأثيره وتداعياته على الاقتصاد العراقي؟ نعم، الحقيقة تأثيرات كارثية على الاقتصاد العراقي. تعطل ساحة الاستثمارات يعني أنتج مشكلات اقتصادية عميقة، وبخاصة موضوع التوازن التجاري بين العراق وجيرانه، بين العراق والعالم. وأصبح العراق تحول من بلد يصدر بعض المواد، يصدر التمور، يصدر الغاز، يصدر بعض المنتجات الزراعية، أصبح بلد مجرد مستورد وساحة استهلاك. وهذا خلق مشكلات ليس فقط التضخم والبطالة وتعطل الدور القطاع الخاص، و يعني كلها أصبحت جزء عضوي من اقتصاد العراق الذي هو أيضا اقتصاد معتل وريعي ولديه مشكلات. كل المحاولات التي جرت لإحياء هذا ميناء الفاو الكبير، كل المحاولات التي جرى تعطيلها. حتى وهم يعرفون أنه حتى الدور الصيني لا يمكن أن يمضي في هذا المشروع، لأن مشروع مثل هذا كبير عليه أن يصير توافق دولي وأن تكون الدولة لديها علاقات متوازنة ومقبولة وذات مصداقية مع الدول المجاورة، مع دول العالم، مع أوروبا، مع الخليج. وهذه الطريقة بطريقة الصفقة مع الجانب الصيني لتشييد مشروع كبير ضخم استراتيجي يربط الشرق بالغرب، يربط أوروبا بدول آسيا بشمال أفريقيا. مثل هذا المشروع يحتاج إلى توافق دولي، لا يحتاج إلى صفقة تقوم عليها الميليشيات بين الجانب العراقي والجانب الصيني وسرعان ما تصطدم بإرادة دولية وإرادة إقليمية
غير مشجعه وغير متعاونه، كل ذلك وهو الامر الذي نراه اليوم. كل ذلك ولا زالت ميليشيات قوى الاطار التنسيقي تروج لمشروع طريق الحرير رغم تاكيد مسؤولين حكوميين عدم وجود دور للعراق فيه، هذا ايضا يضاف الى ما سيؤول اليه تداعيات والتاثيرات السلبيه على الاقتصاد العراقي وعلى المواطن العراقي. نشكرك شكرا جزيلا الكاتب والاعلامي العراقي الاستاذ عبد المنعم الأعسم، كنت معنا عبر سكايب من لندن.